نحس والله الا بحال اللي غير ما بيناتنا والو غير هادو الله راهم خوتنا فهمت حنا رحنا خوت حنا ما عندناش معاهم المشكل راه بكري الجزائري راهم كانوا ساكنين معانا في المدينه القديمه يعني راهم خورا عائلاتنا فهمت حنا عائله وحده يشوفوا غير هاد الديكور يقدروا يوقفوا فيها واحد 5 دقائق او 10 دقائق ويشوفوا انه كيفاش هنايا الشعب كيفاش واقفين وكيفاش كيهضروا بيناتهم يعني يقدروا يراجعوا نفوسهم ويتصلحوا النفوس والحمد لله ان شاء الله يتحلوا الحدود وندخلوا عندهم ويدخلوا عندنا عندنا احبابنا وخوتنا وما كرهناش يكونوا معنا فين يكونوا معنا عندنا بشحال ديال العائلات ديالنا مساكين اللي توفاو هنا وتوفاو هنا وما تلاقيناش فاش ما جي اخوان جزائريين صراحه كيشكروا المغاربه بزاف معايشين معنا بخير كيشكرونا كان شافني كثير عندي القناه وهذا قال لي يعطيني القناه ومرحبا بك الى جيتي هذا قال لي جيتي الجزائر قول لهم انا مغربي زعما ما يخصك حتى شي خير قلت لي كذلك ان اي جزائري غيجي عندنا المغرب غنرحبوا به وغادي نعنقوا بحال اخونا الناس عاد دابا شفت واحد منضرب دوك جوج راه دوك مراهش ما عجبنيش الحال غير الابناء ديالي اللي حبسوني ما كنت غادي نمشي داروا شي حاجه ماشي هذيك داروا شي حاجه ماشي هذيك داروا واحد ديالنا ما عجبونيش لاخاطش علاش هذوكم غا حنا مسلمين خوتنا وخوتنا وحبابنا ما يمكنليش واخا يكون وحدين اخرين غالطين نطلبوا لهم الله الهدايه الجزائريين خوتنا وتحياتي لك اجي الشباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم الطاقم ديال الريفديه قام بزياره خاطفه للحدود المغربيه الجزائريه وخدينا لكم ارتسامات ديال عدد من المغاربه اللي كانوا حاضرين في عين المكان حول العلاقات مع الشعب ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق وكذلك ارتسامات حول الحدود المغلقه بين الشعبين لمده سنوات الحدود المغلقه اللي فرقت بين عائلات غادي تخليكم معنا وغادي تشاهدوا تصريحات تدمع وتدمي القلب الحنين اللي كاين في وجوه مغاربه اللي عندهم عائلات ساكنين في الجزائر ولكن مع الاسف ما كيقدروش يشوفوهم خليكم معنا السلام عليكم الحاج لاباس عليك شي مزيان الاسم كريم الحاج ابو رشيد عبد الوهاب ابو رشيد انت من المنطقه الحاج الجدود ديالي من المنطقه والوالدين ديالي من هنا من البركان وكتبان لي مرتبط بالجذور ديالك الجذور ديالك لقيناك هنا صدفناك الجذور ديالي هنا وهنا هنا وهنا هنا وهنا بارك الله ما شاء الله عندي حتى العائله ديال الام ديالي من 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 عنابه من عنابه من الجزائر هاد الاجواء الرائعه الحاج ابو رشيد ما كتعطيكش يعني واحد الحنين باش تعاود تفتح شي غير الحنين تتحسس القلب ديالنا هاد عندنا احبابنا وخوتنا وما كرهناش يكونوا معنا فين يكونوا معنا عندنا بشحال ديال العائلات ديالنا مساكين اللي توفاو هنا وتوفاو هنا وما تلاقيناش كنا كنتلاقاو في الافراح وكنا كنتلاقاو في المسره وفي وقت الحزن كنا مجموعين ولكن الحمد لله واخا هكاك باقي الاتصال عبر الهاتف عبر مازال التواصل باقي التواصل وبعض الخطاط كيمشيو حتى لفرنسا وتلاقاو من فرنسا ولا كيضربوا حتى لفرنسا ويجوا عندنا المغرب الحمد لله كاين ولكن كنتمناو على الله هاد الناس هادو الله يهدي هاد المسؤولين كنقول ديو لهم الاكثريه لحقاش حنا عشنا هاد المحنه من زمان قديم زمان جدودي عاشوهم ماشي اليوم عاد حنا المغرب قلبو صدرو رحب تيبغي اي انسان يجي عندنا حنا كنبغيو اي بشر من اي نوع واي ديانه واي ديما مفتوحه ما عندناش الفرق في شي واحد كاع يا عربي يا ريفي يا صحراوي يا جزائري تونسي بجميع اقطار العالم يكون حتى بودي كاين اكثر من البوديه احنا ما عندناش كما كنقول ني با دو ريليجيون لا ريليجيون ديال الله سبحانه وتعالى ولكن ابو رشيد ملي كانت الحدود مفتوحه سبق لك مشيتي دخلتي انا ما سبقليش لحقاش كان بالحكم ديالي كنت خدام في الدوله ما قسمنيش الله باش ولكن العائله ديالي كانت كتجي كتزورنا بزاف كانت الامور سهله والاخوان ديالي والعائلات الاخرين ديالي انا كنمشيو ويجيو كانت الامور سهله بزاف كاع وكنا حاج يمكن انت من القاتلين خارج الديار ديال المغرب لا لا انا ولدي اللي عندي الابناء ديالي اللي خارج انا الحمد لله خدمت بلادي وباقي عايش بلادي كتصادف مع جزائريين هنا في البلاد؟ كيجيو عندنا الحمد لله انا عايش فاس
كيجيو عندنا اخوان جزائريين اللهم لك الحمد عندنا عزاز، والولد ديالي نيس عنده اعز صديق ديالو جزائري جزائري اعز صديق واعز كنا صراحه عندنا اصدقاء جزائريين اللهم لك الحمد. حنا ما كرهوش خوتنا الجزائريين يكونوا معنا دائما اللي من هذوك اللي تلقاهم في الانترنت كاعير ولا من المغاربه ولا كاين ناس كاين ناس عاد باش واحد 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 من ضرب دوك الشجره دوك المراهش ما عجبنيش الحال غير الابناء ديالي اللي حبسوني ما كنت غادي نمشي داروا شي حاجه ماشي هذيك داروا شي حاجه ماشي هذيك داروا واحد ديال الناس يا ديون ما عجبونيش ما عجبنيش لاخاطش علاش هذوكم غا حنا مسلمين خوتنا وخوتنا وحبابنا ما يمكنليش واخا يكون وحدين اخرين غالطين نطلبوا لهم الله الهدايه نطلبوا الله الهدايه للناس ما نطلبوا لهم شي حاجه خايبه حاشا ولله نطلبوا لذوك الناس يهديهم الله على الشعب ديالهم وعلى هاد الناس على الخوت وعلى الاحباب الحاج بحال هاد النماذج اللي قلتي هما اللي كيزيدوا ياجوا الصراع ما بين الشقيقين مع الاسف مع الاسف لا منا لا منهم لا مع الاسف كاينين بعض العقول عقول ضعيفه اللي ما عندها لو كان عنده مشبت بالديانه ديالو وبالعروبه ديالو وبالاصل ديالو حنا المغاربه حرار حنا المغاربه ما استغفر الله يا ربي يمكن ما كاينش شي شعب في العالم بحاله اللي قوة حب الخير اللي كيبغي الناس مع الاسف كاين شي اوباش الله يرحم عليها الحسن الثاني كاين شي اوباش ما شاء الله لا حول لا قلال العقل وقلال الله يهديهم نطلبوا لهم الله الهدايه امين امين الحاج فسحه جميله كانت معك وانتم ناس طيبين ومرحبا بكم ولا جيتوا عندي لفاس مرحبا والف مئة مرحبا جل العاصمه فاس غير دخل على باب العلميه دخل على باب وجلود قول لهم ابو رشيد عبد الوهاب يجيبوك العتال عندي سيو عليك ان شاء الله مرحبا بكم وارحب بكم شكرا جزيلا بارك الله فيك الحاج والله الا نهار كبير هذا باش الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك حتى حنا نهار كبير هذا اللي لقينا واحد الجيش غير على بلادنا الله يحفظك وعلى خوتنا وحبابنا اللي راهم كما كيقول المامون كي بوكو نقولوها باللغه الفرنسيه ونقولوها حتى بالعربيه راهم القلب ديالنا وجدع من داخل مدينته الله يحفظك الحاج الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزيلا شكرا رجعنا لكم وحنا هنا على الحدود المغربيه الجزائريه المغلقه طبعا تلاقينا مع واحد اليوتيوبر مغربي السلام عليكم السلام عليكم انا يا خويا كلشي مزيان الحمد لله بخير ممكن تقدم لنا بعدا نفسك في الاول انا سميتي محمد من الدار البيضاء معروف في يوتيوب ولا في انستغرام سيف رايدر عندي هوايه ديال الموتور وهذا وداكشي والحمد لله انني وفقني انني جيت شفت خوتنا هنا في الجزائر وعندي شي متابعين من الجزائر من الجزائر يعني كنعرفهم والحمد لله وكان خصيصا نيت كنت غنجي لهاد البلاصه باش نصور فيديو باش نقول لهم زعما انا راه جيت طليت شويه في الجزائر وان شاء الله كاع يحلوا الحدود ان شاء الله وديك الساعه نقدروا ندخلوا عندهم هنا مش اول مره كتجي لهنا ولا تقريبا اول مره اول مره اول مره بيني وبينك ملي كتوقف هنا شنو الشعور الاول اللي كاين تبك صراحه حتى انا فاش وقفت هنا ضربت واحد التصويره حسيت واحد الاحساس في شكل كيبان لي اننا بحال تقريبا نفس البلد نفس الثقافه نفس اللغه وكتشوف خوتنا زعما قراب لينا بزاف وانا تقريبا كنت كنسحبها بعيده بزاف ساعه قريبه ما كاينش البعد بزاف بيناتنا يعني حسيت واحد الاحساس شويه في شكل واخا هكاك ما عجبنيش الحال زعما الحدود لا صعيبه انا نشوف عرفتي شنو كنقول لها ماشي اول مره كنقولها عرفتي ملي كنشوف هذا المنظر هذا باش كنحس بحال شي جوج ديال الخوت دابزين دار حدا دار ولادهم واحد ما كيمشي عند واحد وما راهم جيران واه بحال هكا كيبان لي عائله فرقتهم المشاكل المشاكل اللي هي تافهه ربما تافهه ربما يعني بحال شي 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 وراثه مات الاب ومات الام وناضوا الوراثه بحال فرقوا شويه ديك الدار بغاو يفرتكوها وهكا اما تقريبا راه نفس اللغه نفس الثقافه نفس العادات ديالنا مسلمين حنا كاملين خوت ودابا ملي كتجي كاع هنايا كتشوفهم كيشيروا لينا كنشيروا ليهم يعني الشعب ما عندوش المشكل صراحه حنا كنتعايشوا مع بنات شي كاع دابا ما يكونش هاد الحدود غتلقانا دابا مشينا عندهم اولا هما جاو عندنا ومعانقين معاهم بحال حتى شي حاجه ما طارت ملي كتشوف شنو كيوقع في الانترنت وكتجي لهنا ماشي كيبان لك بحال اللي داك الناس اللي في الانترنت ديال السب والشتم واللي كيزيدوا يأزموا الوضعيه كيبان لك بحال اللي يمكن ربما ذباب الكتروني ربما لا منا ولا منهم ربما هذوك غير مدفوعين هنا كتلقى جو اخر صفر كيشير لك من اللي دابا حنا كنصوروا وما كيشيروا لنا من اللي الا كنصوروا ملي كتجي هنا يعني كتشوف هاد القضيه كيف ما قلتي ان ما كاينش زعما داك المشكل حق بيناتنا
قدر كيف ما قلتي واحد الذباب الكتروني او للاعلام شويه كيأثر عندهم كيعطيهم صوره غالطه او حتى ديالنا حنا كيعطيونا شي صوره غالطه، ولكن ملي كتجي تشوف الحدود هنايا ولا كتلاقى معاهم يعني صوره اخرى. وغالبا انا فاش كنت كاع مؤخرا في بلجيكا تلاقيت مع شي اخوان جزائريين صراحه كيشكروا المغاربه بزاف، معايشين معنا بخير كيشكرونا. كان شافني كثير عندي القناه وهذا قال لي يعطيني القناه ومرحبا بك الى جيتي هذا، قال لي جيتي للجزائر قول لهم انا مغربي زعما ما يخصك حتى شي خير. قلت لي كذلك ان اي جزائري غيجي عندنا للمغرب راه غنرحبوا به وغادي نعنقوا بحال اخونا. طبعا تحل واحد النداء للمسؤولين لا ديالهم لا ديالنا حول هذه الحدود المغلقه صراحه، الا كانوا يشوفوا غير هاد الديكور يقدروا يوقفوا فيها واحد 5 دقائق او 10 دقائق ويشوفوا انه كيفاش هنايا الشعب كيفاش واقفين وكيفاش كيهضروا بيناتهم، يعني يقدروا يراجعوا نفوسهم ويصلحوا النفوس والحمد لله ان شاء الله يتحلوا الحدود وندخلوا عندهم ويدخلوا عندهم ان شاء الله بحول الله. تحياتنا لك. الله يحفظك. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام. شباب لاباس عليك بخير كلشي مزيان؟ شنو كدير هنا بعدا؟ اه الاول شنو كدير هنا؟ نجي هنا انا غادي نتبحروا نفوتهم نضربوا التصاور مع خوتنا الجزائريين هنا وكذا. شنو الاسم الكريم بعدا؟ اسم الشاف اسماعيل. منين اخي اسماعيل؟ انا موجده المدينه القديمه. موجده المدينه القديمه. دارك عارف. اللي كتوقف هنايا اكيد ماشي المره الاولى اللي كتجي لهنا. ماشي المره الاولى. كتوقف هنا شنو الاحساس ديالك وانت احساس تاعنا بحال راهم ولاد حومتنا والله الا بحال حومه وحده وراهم دايرين هاد الشباك بيناتنا ما عرفناش علاش واللي مضرورين بزاف. ملي كنشوف ليه ملي كنشوف ليه وكنشوف هنا كنشوف عائله وحده عائله وحده شي حاجه فرقاهم واللي مضرورين بزاف هما وجاده، اللي مضرورين بزاف هي المنطقه الشرقيه واكثريه وجده راه تموت. حلوا لنا الحداده صاحبي، حلوا لنا الحداده يعني يديروا معنا شي حلاس دوا راه مقتوله سبيله خدمه لا والو، كيحلوا الحداده بعدا شويه دوا تحرك شويه مازوت ندخلوا نشوفوا حبابنا رانا عائلتي كاع فوها رانا هنا دايرين هاد الشباك علاش انا قروده يعني مين تكون الحداده محلوله بزاف ديال المزايا لا تجاريا ولا انسانيا. كنت شوف راه كنت شوف يعني العائلات كاين عائلات كنت شوف هنا كنت محلوله الحداده راه كنت شوف الدعوه كي كانت دايره لا منا لا منهم كانوا الناس مروجين خصوصا الناس ديال هاد المنطقه راك شوف هادو عندهم ديك السياسه نتاعهم ما شربهاش الشباك هو التالي علاش حنا ما درناش الشباك هناك ما نعرف باش تعرفهم مقروصين اخويا ولا الشباك يلاه داروه جديد يمكن يلاه داروه ما نعرف علاش يعني باش تحس الصوت ما نهضروش معاهم علاش شويه هادي يطلعوا تما حيط ولا شي جبل هذيك السياسه نتاعهم ما نعرف وصافي وتحياتي وخريطه كامله مغربيه هي صوره ديما مغرب وديما مغرب وصولو مولوديه وجدة 48 وجزائريين خوتنا وتحياتي ليك اش يا شباب هانيا كلشي مزيان الاسم الكريم يحياوي عبد الصامد يحياوي عبد الصامد انت جيتي باش تشوف هذه الاجواء اللي كاينه هنا انت انت ولد وجده انت انا ولد وجده انت ولد وجده ايوا راه باش شنو هذه الاجواء هذه باش شنو كتخليك كتحس باش كتشعر ملي كتجي لهنا والله انا من هنايا ونحس والله الا بحال اللي غير ما بيناتنا والو غير وهذو الله راهم خوتنا فهمت حنا رحنا خوت حنايا ما عندناش معاهم المشكل راه بكري الجزائري راهم كانوا ساكنين معانا في المدينه القديمه يعني راهم خو راه عائلاتنا فهمت حنا عائله وحده هادشي شي نداء المسؤولين ديالهم لا ديالنا شنو قلت الله يهديهم وصافي الله يدير شي تاويل وصافي فهمت والله الا نتمناو حنا تحل هاد الحداده ها انت شوشه بيناتنا غير واد بيناتنا والو نتمنى ان شاء الله تحل هاد الحداده وتقروا الدعوه العائله جوج العائلات راهم فهمت راهم تما هما عندهم حنا عندنا عائلات نتاعنا تما وهما عندهم عائلات نتاعهم عرفتي ملي كنشوف انا هادشي عرفتي باش كنمثلو بحال مثلا جوج ديال الخوت ولاد العم ما يقدروش يشوفوا بعضياتهم دابزين مع بعضياتهم خصهم يتفاهموا بيناتهم وراه مسلمين زعما حنايا انت راك تشوف اوروبا وكذا وهذه راه بنادم كاع ما يبقاش يمشي يفكر يرمي راسه في البحر ولا كذا ولا يكون واه يكون رواج بين راه يكون رواج راه غير هنا تولي اوروبا فهمت راهم يعرفوا خوتنا راهم يمشيوا يرمي بنادم راسه في البحر ويفكر يقول لك واحد الميساج لهذوك اللي كاين ميساج ليهم يديروا فينا لا 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 الشعب خلينا من الشعب راهم خوتنا راكم خوتنا وما ديروش كاع هذوك الصحافه نتاعكم اللي راهم باغيين يشريوها لكم معانا شتينا المغرب كامله كل شيء يحبكم وكل شيء يبغيكم كاع ما ديروش باش الهضره على الفيسبوك ولا كذا راهي الفيسبوك حنا خاطينا لي باج عطيكم ديك الشهره مع الاسف كاين داك الناس اللي كيخسروا كيزيدوا يهزوا العلاقه بينا اللي داك اللي كيعلقوا في الفيسبوك صحافه وهذوك غير شعب عادي كيمشي يدير لك تعليق
وكاين حتى صحافه اللي باغي الفتنه، حنا ما باغيينش الفتنه حنا، ولكن ملي كتنزل ارض الواقع كتلقى شباب بحالكم نقيين كيوجهوا رسائل. لا انتم ولا الحاج اللي كان معنا ابو رشيد دابا عاد يعني كيوجهوا رسائل للشعب ولا للمسؤولين. تحياتنا الشباب جزائركم، وديما ديما مولوديه، دعموا لنا المولوديه، دعموا لنا شويه المولوديه. يلا الله يحفظكم، تحيه الشباب، تحياتي لكم.